طيب الدولار ين كان عندي، قلت لك انا الرقم المهم كام هنا هو لما الافتتاح يوم الحد حصل افتتاح، وقلت لك خلي بالك الرقم 143 35 السعر ده مهم جدا النهاردة وبكرة، النهاردة وبكرة اللي هو النهاردة اللي هو اليوم دوت، وبكرة اللي هو اليوم دوت، ماشي. فحطينا خط ولاحظنا ان السعر ما مش عايز يقفل خالص تحت دوت ولا شمعة، يعني ما حاولش يقفل خالص وينزل تحت الخط ده. وكان في سعر تاني اللي هو 145، فانا حطيت خط هنا وخط هنا اهو، فالرينج بتاعي بيبقى ما بين الحدود دي والحدود دي، ده اللي هيتحرك فيه طول اليوم. لو هو هنا يبقى قدامه كل ده يطلع فيه، يفضل ماشي ماشي فيه، تمام. طيب النهاردة عرفنا منين ان النهاردة هيبقى يوم عرضي، يعني مش هيتحرك ولا فوق ولا تحت كتير؟ من حركة رصة الاوردرات ان هو كان فيه عند 145 برضو كان ثابت. طب انا هنا وعندي 145 هنا، فانا متوقع دلوقتي ان السعر يبقى ايه، بالكتير قوي هيوصل قبل ال 145 ويرجع، وانا هنا هوت، فالحركة هتبقى عادية وما كانش فيه اوردرات تحت كتير ولا شراء ولا بيع ولا اي حاجة في اليوم ده، فانا توقعت على طول من رصة الاوردرات كده انه هيبقى عرض. واضحة يا شباب؟ طب النهاردة الرينج هيبقى من 145 ل 142، معناها ان الرينج بتاع النهاردة هيبقى اكبر. طب انا عندي 145، يبقى انا احتمال الحركة كبيرة تكون لتحت كبيرة، لان انا عندي 145 وفي اوردر ظهر النهاردة اللي هو اليوم الخميس، واليوم الجمعة 146، يعني الاوردر 146 ده ما ظهرش، لان هما ساعات البنوك بتحط الاوردرات قبلها بيومين قبلها بثلاثة، وفي واحد بيجي قبلها بيوم ويروح حاطط الاوردر بتاعه، فاهمني؟ فانت بتقعد تتابع تحركات ورصة الاوردرات بتبقى عاملة ازاي. فالنهاردة لغاية النهاردة 145 ده اخرنا، بس يوم الخميس والجمعة أنا شايف 146 وفي 143 تحت، فمعناها إن الرينج بتاعك هيبقى، عشان كده هوت أنا قلت لك إيه، 142 145 التحركات بتاعت الأسبوع ده. طيب لو أنا عرفت تحركات الدولار ين، تعال بص هنا هوت اليورو دولار، اليورو دولار قايل لك خلي بالك من الرقم ده اللي هو إيه، 97 20، 27 90 أهو، 27 90، 97 20، 97 20 أهو، فتحنا هنا، فهو ممكن يطلع حاجة بسيطة ويقف هنا أهو. لازم يدافع عن السعر دوت قبلها بفترة ب10 20 بيب، وراح فعلا نازل وراح طالع تاني، دفعوا عنه تاني ودفعوا عنه تاني. فأنا قلت لك يوميها هنا هوت كانت أغلبية الأوردرات على الدولار ين على اليورو دولار على الاسترالي. تعال شوف الاسترالي، قلت لك خلي بالك الرقم ده فيه برضه مهم، بحوالي 627 مليون عند 65 50، 65 50، 65 50 اللي هو هنا 65 50، وفعلا طيب الدولار ين كان طالع، يبقى اتوقع ايه، اليورو دولار هيكون نازل. ما هو لو الدولار طالع يبقى الاسترالي والباوند الناحية التانية على طول والذهب كل دوت بيبقى عكس الدولار ين. فده السبب اهو، كان عنده هنا ابتدوا يدافعوا عن برضه الخط دوت اللي هو كان محطوط ب 627 مليون. طبعا الاوبشن بيبقى فيه نون تاتش، ويعني ايه ما يلمس الخط ده، وفي تاتش يعني ممكن يلمسه وينزل زي في الدولار ين. لو رجعنا تاني للدولار ين، شايف هنا هو لمس الخط بس على الساعة 9 بتوقيت امريكا او الساعة 10 بتوقيت امريكا بينتهي الاوبشن دوت،
فلو السعر فوقيه البنك ياخد 625 مليون، فده ممكن يلمس. بس المهم يجي الساعة 9 أو الساعة 10 لازم يكون فوق الخط دوت عشان البنك ياخد الأوبشن، لأن الأوبشنات دي بتنتهي توقيت الساعة 10 بتوقيت أمريكا. فأنا عندي الدولار ين طالع، يبقى اليورو دولار نازل، الأسترالي نازل، اليورو نازل، الباوند دولار نازل، كله دوت بيبقى نازل. طيب ما كانش في حاجة على الباوند دولار، عشان كده أنا ما جبتش سيرته. لو أنت بصيت على الباوند دولار، الباوند دولار ما كانش في حاجة، عشان كده هوت إيه بنتوقع ساعتها إن الرينج هيبقى يقفل على نهاية اليوم، يبقى الرينج ما فيش، فاهمني؟ ما هو لما ما يكونش في حاجة زي هنا هوت، ما كانش في حاجة أعرف على طول إن الرينج إيه، الماركت ولا هيروح ولا فوق ولا تحت، عشان كده ما جبتش سيرة الدولار الباوند دولار. فهمتوا يا شباب؟ طيب واحد بقى يقول لك ايه الده، طيب لو الدولار ين كان عند 145 وفضل ثابت، اللي هو الدولار ين عن الرقم ده وكان طالع، يبقى ساعتها الذهب ايه قلنا نازل، واليورو يبقى نازل، والباوند يبقى نازل، صح؟ يبقى كل دوت نازل. طيب ده عشان يطلع، او شوف الحركة النهاردة العرضية بتاعت الذهب، الدولار ين كان ايه ماشي عرض، فيبقى الذهب يبقى ماشي، يبقى انت متوقع يعني هي الحركة الأصلية بتيجي من الدولار ين، وبالتالي بتقدر تتوقع الحركة. طيب لو الدولار ين عند 145 وفضل ثابت ومعرفش يعديه، معناها ان الذهب ممكن يطلع. طيب لو الدولار ين يعني لو قعد مثبت السعر دوت ان هو 145 للنهارده لغاية طول اليوم بكره، معناها ان الذهب يطلع، بس بشرط ان ال 145 ده ما يتكسرش، يعني الذهب ممكن يطلع، ويبقى ساعتها الدولار ين ينزل ل 143، يبقى الرينج عندي 145 ل 143 اللي هو الخط ده، يبقى ده التحركات بتاعت النهارده. فعشان الذهب يطلع لازم الدولار ين يفضل محافظ على ال 145. طب لو كسره وهو ده اللي متوقع ان هو يكسره بكره وبعده يوم الخميس والجمعه، فساعتها الذهب هيعمل نيو لو، لانه الدولار ين كسر لفوق يبقى دوت يكسر لتحت، زي ما حصل هنا اهو، لما الدولار ين كسر لفوق الذهب كسر لتحت، واضح؟ بس هي دي ببساطة. طيب واحد بقى يقول لك ايه، يعني دي من ضمن الأسئلة، يقول لك خلاص يبقى اذا هو لما يجي عند 145 انا اعمل له بيع، كويس، بس معناها هل هو، ما انت لو عملت بيع هنا لازم تحط ستوب لوس 2% من على حسابك، فاهمني؟ يعني انت عشان كده انا ما بقولكش بيع ولا شراء، انت عايز تدخل شراء هنا هوت مثلا، بتحط 2% على الصفقة دي، شوف حسابك بألف، بألفين، ب5000، 10000، والله ضربت الاستوب خلاص، لان التحركات بتبقى طول اليوم، واحد بيحط، واحد بيشيل، واحد بيحط الاوردر، تحركات الاوبشن دي انت ما انتش شايفها، فاهمني؟ انا بقولك الارقام اللي انا شايفها مهمة وعندها ارقام كبيره، فبالتالي انا بالنسبه لي الارقام دي هي دي الرينج بتاعي، يبقى الرينج من هنا لهنا. النهارده ما كانش فيه حاجه، فبقول لك الرينج هيبقى عرض. طيب انا لو بعت هنا هو هحط 2% الحساب يبقى 1000، هحط 30 دولار مثلا، وافتح ببوينت 1، حسابي ب 10000 هحط 300 دولار او 400 دولار، واحط بحيث ان هو لما ينزل بقفل،
اجي عند طول ما هو نازل كويس، اجي عند هنا اهوت ابتدي اراقب ال 143 35 وال 143، واضح؟ ف عشان انت مش شايف الارقام بتتحرك ازاي ولا البتاع، انت شايف ان هو السعر مثلا يوصل لعند هنا اهوت 145، يبقى دي ممكن تدخل عندها بيع وتحط ستوب لوس. انت شايف البيتكوين مثلا عند نازلين ل 12، ماشي، يبقى اي طلوع بتبيعه، فاهمني؟ فطيب افرض انا دخلت بيع هنا، بحط ستوب صغير وخلاص مشيت، يبقى معايا ضربني وطلع البيتكوين وراح مكمل لفوق، ماشي، تدخل تاني بطريقة جديدة، يعني تستناه في مكان كويس، واضح؟ فهي دي ازاي، عشان بس ما حدش يجي يقول لك ايه، لانه لو انت عارف ان انت بتحط ستوب لوس على اي صفقة، ما عنديش انا مشكلة، كله بقى طالع كله نازل، انت خلاص انت حاطط هدفك وعارف ان 145 النهاردة ده هيقف، يبقى اي طلوع ل 145 اعمل له بيع واحط ستوب لوس صغير. طيب ليه بقى؟ انه لو عدى ال 145 النهارده غالبا الحركه بتبقى قويه جدا، لان معناها ان البنك هيخسر مبلغ كبير، فبيضطر بيدخل بطريقه عكسيه، والبنوك كلها بتبقى حاطه عينها على الرقم ده، لو ما كسرش يقول لك بتبقى يعني الاوردرات هتبقى متستفه لباي ستوب اوردر، وبالتالي الحركه بتبقى عنيفه لفوق. فعشان كده انا بقول لك ايه، حط ستوب لوس، لانه لو عدى غالبا الحركة بتبقى 200 300 نقطة فوق الخط ده، وتحت الخط ده برضو بتبقى كبيرة، لو نزلنا تحتيه الاوردرات بتبقى متستفة تحت. هي ما بتحصلش كتير ان هو الاوردرات يعدي الخط، يعني ما بتحصل مرة مثلا في السنة ولا مرتين في السنة، وبتبقى الحركة عنيفة، والبنك نفسه بيحاول يأمن نفسه، بيبقى هيدخل لو هو حاطط مثلا ب 600، كان الاوردر بكام؟ يعني انا اقول لك بيعملوها ازاي، الاسترالي دولار انت لو لاحظت 65.50، وانا كاتب لك الارقام، كان في امر ب 1.1 بليون دولار، مش مليون، بليون دولار. ف 1.1 بليون دولار، لو هو كان طالع فوق السعر دوت كان هيحصل حركة كبيرة لفوق، وساعتها البنك هو كده خسر، لأنه خسر 1 بليون دولار، فساعتها البنك المركزي هيحاول يتدخل ويدخل 3 عشان يعوض ال 1 بليون دولار اللي خسره، فاهمني؟ ف بتبقى عينك على الرقم ده، هو غالبا ما بيعديش، بس لو عدى بتبقى انت متوقع ان البنك هيدخل بأوردر ضعف او ضعفين المبلغ ده، بحيث ان هو لو خسر 1 هيدخل ب 3، وبيزق ساعتها السعر لفوق. فكل البنوك بتبقى مراقبة الرقم ده، طالما ما عدهوش انت كده بتنزل. حتى انت هتلاحظ 65.50 في الاسترالي ده كان رقم كبير، وما هوبناش ناحيته خالص، بقالنا 3 ايام اهوت لغاية دلوقتي، واضح؟ بالنسبة للي هو بيقولك نو ستوب، اللي هو نون تاتش وتاتش، نون تاتش معناه يعني ال 145 ده نو تاتش، يعني المفروض ما يلمسوش الا البنك راحت عليه فلوسه، هنا هو بيبقى تاتش يعني ممكن يلمس، بس هتيجي على الساعة 9 او الساعة 10 الصبح بتوقيت امريكا يبقى انت فوق السعر ده. ده الفرق اللي ما هو ما بين نو تاتش اوبشن، وفي ده نون تاتش اوبشن، وده تاتش اوبشن از اوكي، ان انت ممكن يلمسه ويطلع فوقيه، الاوبشن ده بيبقى رخيص شويه، لكن النو تاتش ده المفروض يدافع عنه قبلها ب 20 نقطه 30 نقطه،
ما يلمسوش خالص. ده معنى ان هو نو تاتش اوبشن، ان هو ما يلمسوش، ما يفكرش حتى يلمسه، لانه لو لمسه يخسر المبلغ. هنا لو لمسه مفيش مشكلة، المهم التوقيت بتاعنا طالما فوق الساعة 9 او 10 الصبح بتوقيت امريكا البنك كده يقبض. لو كان جوه هنا هوت وقفل تحتيه يبقى خلاص البنك يخسر الفلوس، لان في الاوبشن انت بتقول انا مثلا عايز احط 1 بليون دولار، لو السعر ما لمس الخط دوت انت بتاخد ال 1 بليون دولار. يعني لو السعر جه الساعة 10 وكان فوق الخط اللي انت قايل عليه دوت بتاخد ال 1 بليون دولار. طب لو جه هنا اهوت وتحتيه يبقى انت خسرت. يبقى الاوبشن ده بيبقى لمدة يوم، في اوبشن لغاية بكرة وفي بعد بكرة. طبعا ده غير البايونير، البايونير ده سيبك ابو دولار وخمسة دولار، احنا من هنا بنتكلم اوبشن كبير بملايين وبلايين احيانا. فعشان كده الاسعار بتحترم هنا اهو. ومن رصة الاوبشنات انت بتقدر زي ما حددنا كده اهو، قلت لك الرقم دوت على الدولار ين، الرقم دوت على الاسترالي، الرقم دوت على اليورو دولار. فانا بنقي الارقام، كل ما يكون الرقم كبير كل ما السعر دوت ما يلمسوش او بيحترمه كويس، يعني السعر بيفضل ثابت فوقيه طول اليوم. فوضحت دلوقتي الفرق بين النو تاتش اوبشن والتاتش اوبشن، ان هو ما يلمسوش، وهنا هوت ممكن يلمسه بس يقفل على الساعة 9 بتوقيت 10 بتوقيت أمريكا، يقفل فوق الخط ده. فأنت تظبط نفسك مع الأرقام دي وتحطها على الشارت. لما أنا أقول رقم مهم بتبقى أنت عارف، لما تراقب عند الرقم ده هيثبت ويفضل تحتيه ومش هيعديه ولا هيعديه ويطلع. واضح؟ لأنه بيبقى فيه أوبشن كبير وبالتالي بيتحدد الاتجاه. طب مفيش اتجاه، مفيش اوبشن، يبقى انا ما جبت سيره العمله. ما يجيش بقى واحد يقول لي ايه، طب وايه رايك في نيوزيلندا؟ طب انا ما جاب، يعني انا مش شايف اوردرات كبيره، هبص هروح للنيوزيلندا ليه؟ ما انا هروح للدولار ين، هروح لليورو، هروح للاسترالي، اللي هو الارقام الكبيره دي هي اللي تهمني. فاهمني؟ مش يعني ساعات ما بيبقاش في كل العملات، بيبقى فيه في عملات عملات. فأنا بنقي الأرقام الكبيرة وبقولها لك لو في حاجة مش متابع وما انتش عارف، يبقى انت شايف ان الدولار ين طالع خلاص اشتري وحط ستوب لوس ورايح دماغك. شايف ان هو نازل عند 145 حط ال 145 ستوب لوس، فوق ال 145 145 20 وحط ستوب لوس، ولما ينزل تقفل صفقتك. يعني هو ده عشان تحافظ على الحساب. خلاص وضحت كده؟ يعني لو مش واضحة قولولي وانا ممكن اشرحها بطريقة تانية لو في اي اسئلة تانية. انا بفضل اشرحها على الشارت بحيث ان انت تبقى شايف، كل ما يكون الشرح بالصوت والصورة بتبقى واضحة. لكن لو الناس ما كانتش فاهمة يعني ايه 143 35 ويعني ايه نو تاتش اوبشن ويعني ايه تاتش اوبشن، فمتهيألي كده الصورة واضحة، وبالتالي انت بتستف الخطوط دي على الشرط قدامك وبتقعد تراقب حركة السعر وبتختار مناطق البيع ومناطق الشراء. يا رب اكون شرحت لكم موضوع بشكل مبسط، ونشوفكم إن شاء الله لو في حاجة بكتبها. لو في أحيانا ما بيجيش يعني 146 ده ما كانش موجود. يعني أنت بص، أنت لو تلاحظ أنا قايل لك لما فتحنا هنا قلت لك التحركات هتبقى 142 و145، وفعلا احنا اتحركنا طول الأسبوع لغاية دلوقتي ما بين 142 و145، لان ده اقصى حاجه. يبقى الحركه دي هو انا شفت الاوبشن لمده 5 ايام، فانا عارف ان التحركات بتاعته هتبقى ما بين ال 142 و145. ماشي، جه النهارده وراح حاطط اوردر 146 ليوم الخميس ويوم الجمعه، فانا كده بعدل الحركه بتاعتي لغايه بكره هنا اهوت. ال 145 ده
يبقى الخميس والجمعة أنا متوقع 146 يعدي عليه، يعني يعدي 145، يوصل 145 ونص، 145 70 80، بس يقف عند ال 146 يوم الخميس ويوم الجمعة، يعني هيفضل في الرينج ده وبيحافظ على ال 143 35 و 143. ماشي يا شباب، ونشوفكم إن شاء الله. فتابعوا الأرقام، الأرقام دي مهمة وبتديك تحركات اليوم إزاي، إذا كان اليوم هيتحرك في تحركات كبيرة أو مفيش تحركات كبيرة.